يو واتساب جايز اتس يور بوي اسامه طوري ومرحبا بكم الدراري فيديو جديد. سو جايز هذا الفيديو هذا غيكون سبيسيال الاخر العام هذا 2020 كانت مبلبله طراكات الدراري ديال بصح. كنت ديجا كانت عندي واحد الايديا باغي ندير واحد الفيديو بحال هذا غادي ندوي على الايتس والطراكات اللي تحطوا كانوا واعرين بالنسبه ليا في هذا العام هذا حيت 2020 الدراري واخا تحطوا فيها بزاف ديال الطراكات وبزاف من دوك الطراكات كانوا دي ايتس يعني دي ايت الدراري يعني الطراكات اللي ما غيتنساوش الطراكات اللي غيطلعوا فوق لاصين غيكونوا مبلبلين. واخا 2020 العام ديال كورونا كلشي مسدود ما كاين لا لي شوكيس ما كاين الكونسير ما كاين حتى شي حاجه مي واخا هكاك تحطوا دي ايت اللي غادي يبقاو الى الابد الدراري البوبليك يبقاو يتمزكوا الهومور وابا هذا العام خدموا ديال بصح. في الاخر باغي نقول لكم الدراري واحد الهضره حيت بزاف الناس كيقول لك 2020 و 2017 كانوا بحال بحال بالنسبه لي انا ماشي بحال بحال واحد اللعيبه وصافي. في الاخر الفيديو غادي ندويو عليها. سو الدراري كانت عندي هاد ليدي باغي ندير هاد الفيديو والبارح بارازا كتبان ليا مروك الراب ساركازم الدراري دي ام ار اس شاروت ليهم من هنايا داروا واحد الفيديو في شانل يوتيوب ديالهم اللي هو توب 13 مروكن راب سونغز اوف 2020 30 تراك احسن 30 تراك تحت في 2020. قلت بلا ما نصدع راسي نبدا كنقلب على التراكات ونجمعهم وكذا غادي نشوف هادشي اللي حطوا الدراري وغادي نقول الراي ديالي واش هاد 30 سونغز كانوا ديال بصح توب من داكشي اللي تحط ولا نساو شي حاجه ولا خص شي وحده يتحيدوا ماشي توب بالنسبه ليا. هادشي اللي كاين الدراري قبل ما نبداو الفيديو ما تنساو تخليو لي واحد لايك الدراري نحاولوا نوصلوا الفيديو اكبر عدد ديال لي لايك تابوناو فلاش واكتيفيو معكم الجرس بارطاجيو الفيديو مع عشرينكم الدراري باش يدخلوا يتفرجوا وما تنساوش الدراري تفرجوا في الحلقه اللي دازت كان واحد البودكاست درتو مع لي البادر الفاوندر ديال كالتشر وبادر منصوري وبينو 16 الدراري شاروت ليهم من هذا الفيديو كان واحد البودكاست زوين دوينا على لي كلاش اللي كانوا واقعين مؤخرا الدراري في الراب المغربي وداك التبلبل كامل دوينا عليه من ازيرو كيفاش بدا الا باز وبقينا طالعين الدراري دوينا على كل شيء. دخلوا تفرجوا في بودكاست بودكاست كناض الدراري في ليميسيون ديال راب بودكاست. سو الدراري ما نطولش عليكم بزاف نبداو دابا نشوفوا هاد توب 13 سونغز اللي تحطوا هاد العام. جو gotta get paid no say no one about all these things yeah. واحد ملاحظه قال لك يعني هاد توب 13 سونغ اللي تحطوا ويزاوت ديس تراكس يعني من غير الكلاشات حيت هاد العام كانوا بزاف ديال الكلاشات الدراري يعني هما اختاروا غير الميوزيكس يعني داكشي كله التيم ديالو ولا غير التراكات اللي كيمزكو من غير ديس تراكس من غير الكلاشات. هاد القضيه مزيانه حيت انا براسي فاش كنت غادي نرتب دوك التراكات اللي كنت باغي ندير في الاول انا بطريقه ديالي ما كنتش باغي ندخل ديس تراكس واخا تحطوا ديس تراكس زوينين ولا شي حاجه يعني نخليو داكشي لي كلاش ابار حتى الفيديو اخر ولا شي حاجه. دراري هذا ايتس هذا نو وان كان ديناي الدراري باللي هاد التراك هذا ماشي ايتس صراحه كان زوين وما عرفتش الدراري واش بان لي داروه 30 شوف ترتيب عشوائي صافي بلا نصات حيت كانوا يصحاب لي انه راه داروا الترتيب يعني هذا 30 ولا شي حاجه لا صاف هذا بلاصتو الدراري خصو يكون مع الواله مع التراكات الواله الدراري الصراحه. المهم بلان اللي ما داروش ترتيب عشوائي حيت فهمتي باش ما تخلطش اللعيبات بلان دراري نقول لكم واحد اللعيبه التراك ماريو بالنسبه ليا ما كانش عجبني في السمعه الاولى كنقول واه حيت انا الدراري الا جيتي تشوفوا وين زاد التراكات اللي حط كان حط زيرو نو ملي كان من الكوميتراج ديالو مورا حط مرايا لي ستيل ديالهم فهمتي يعني ماشي داك التايب داك التايب اغريسيف داك الوجه الاغريسيف اللي في وينز داك الوجه الزويون اللي فهمتي كي سينغي ماشي حتى كي رابي الدراري. وفاش سمعت ماريو قلت واه ما كانش خصو يحط التراك دا الكليب في الاول ما كانش عجبني ما فهمت انا ديك السمعه الاولى ديالي. مي من بعد الدراري فاش بقيت كنسمعوا المره الاولى والثانيه التراك واعر الدراري يستاهل الدراري يكون مع هاد التوب 13 سونغ صراحه يستاهل. مي باقيين كاين تراكات يعني احسن منه ديال بصح مي هذا يستاهل يكون معاهم. كيراك فاش ما بغيتي كاع اللي تشي يجي عندنا كيراك مليش من كلشي وصافي كفايه صراحة التراك ديال كوزا الدراري كان واعر بمعنى الكلمة تعطلت من الناس اللي تعطلوا ما سمعوها الدراري تا دزت عليه شي سيمانة عاد سمعته مي الصراحة عجبني الدراري فايب واعرة ماتش فيلينغ تاع الدراري سيبورتيو كوزان الدراري ديال بصح عجبني داك التراك ديال بصح الدراري الكليب ديالو ما يمكنش الكليب ديالو ما عقلتش شكون اللي غياليزا ماشي على الدين الرئيس واقيلا. المهم كليب كان واعر الدراري الصراحة التراك زوين بزاف ديال كوزان عجبني ما عرفتش الدراري واش ماشي ما يستاهلش يكون مع التين ماشي مع 30 بالنسبه ل 30 ايت وسونغز اللي تحطوا هذا العام راه يستاهل مي مع 10 تراكات اللي تحطوا العام كامل حيت هذا العام كان بلبله الدراري ما كنظنش ان تراك كوزا ودوين زا خصهم يكونوا مع ما بين دوك ال 10 تراكات الاولاله. فيرس هاك الهيرس هاك الراب عندي فلوس عندي واينز عندي بار سيري فيا انت يا شيري وباز على كفر قلبتي وجهك هاك لون 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 سودا مع
لون الدراري ما عرف شنو واقع له الدراري هاد الايام. هو كوتي ميزوكا للدراري داكشي عنده زويون ماشي كاع التراكات ديالهم داكشي اللي لاح الاخر مؤخرا غا تراش الدراري. مي عندك تناكت وداك الاخر انا فروم جيتي باك هذاك عاوتاني حتى هو الفايب ديالو واعر المود ديالو واعر الدراري. مي لون الدراري مؤخرا ما بدا كيركز على ستوريز وداكشي ديالو ونسى راسو نسى راسو كما كانوا دواو دريد كالتشر. غادي نخلي لكم الدراري الا بغيتو تفهموا البلان ديال اللون بزاف نخلي لكم واحد الفيديو ديال دريد كالتشر دار واحد البودكاست دو على هذا البلان. اللون راك سامح في راسك اصطاد شوف اصطاد راسك راجع لون التوراج اللي معاك اصطاد شوف شكون داير بيك وخدم مزيكا اصطاد خدم مزيكا في قانون السكات. فاش كنتي اصطاد ساكت وبعيد على الاخر كنتي كتخدم اصطاد مزيكا فهمتي. انا صراحه اللون عرفتو في تناكت الصاط عجبني ديال بصح فهمتي تمزكت له رجعت للتراكات القدام ديالو سمعت المخينزه في الدولي بران داكشي كان زوين. ولكن مؤخرا ملي ولا كيركز الصاط على ستوريز ويجبد هذا ويهضر في هذا ونسى راسو وكذا ما بلانش الصاط. المهم نساو ندوزو الدراري نكملو في السيجي ديالنا باغي نشوفو المزيكا اللي تحطات لها. المهم تناكت الدراري من بين الايت اللي تحطو كنتمنى نشوف الدراري هاد التراك هذا في وسط شي شو ولا شوكيز ولا في شي شوكيز ولا في كونسر ولا شي لعيبه. بغيت نشوف الدراري اللون فوق لاسين كيفاش يتفاعل مع البيبليك ديالو مع هاد التراك حيت هاد التراك الدراري ايت بمعنى الكلمه. العالم ديالك صاحبي كيما قال انا عايش هما الخمسة من اللي تسادي المدرسة وكان ارجع للدار او جاني حلقة ديال فرد هاد الدراري كيصدمني لاح البوم العام اللي فات كوشمار اللي كان واعر الدراري الصراحة. وهاد العام عاوتاني لاح هاد الالبوم نسيت سميتو ما عقلتش نسيت سميت هاد الالبوم بالضبط. مي الدراري الفرد عنده نفس الخدمة الطريقة ديالو كيبدا كيحط لي كليب واحد خمسة ديال ليزيكستري من بعد كيلوح لك الالبوم في لي بلاتفورم. هاد الديسك ديال ديزون المهم كان زوين الدراري مي ما كنظنش انه يستاهل يكون في التوب 13 ميوزيكس كاع الدراري ما كانش يستاهل انه يكون مع 30 الصراحة حيت تلاحوا تراكات بزاف الدراري اللي حسن وحسن. انا باقي جاي الدراري كنشوف تراكات اللي حطوا الدراري ديال مروك راب ساركازم وكنقول داكشي اللي كيبان ليا لو عندكم بمعود الجاره او عندي دي سوفونير هاو تشولي جاب بيسيك ماري فيكا غراندي دوبل تخا تخا فيكا دراري مادام شفنا ميكازا كنتمناكم دايروا تدخلوا تسيبورتيو طوطو راه مشارك في احسن فيديو دلاني في سكاي روك. باش تفوتي ساهله غادي تدخل غتفرج في فري ستايل ديالو ديال ميكاسا بعدا اللي كنحط في سكاي روك هانت فوتيت تفرجتي المره واحد فيو كتساوي واحد فوت تفرجتي المره الاولى صوتتي تفرج المره الثانيه انت صوتتي. ميكاسا الدراري بروميير اكستريم كاميليون كان زوين الدراري ايت واعر صراحه التراك كان زويون. مي انا بالنسبه ليا كما كنقول ما يستاهلش الدراري يكون بين توب 10 ما بين هاد 30 تراك اللي حطوا ام ار اس راه يستاهل يكون تما مما بين توب 10 التراكات اللي حط طوطو حط وحدين اخرين حيت ما عرفتش الدراري من غير الكليب ديالو اللي كان زوين شي شويه التراك يعني فهمتي نفس الستيل نفس داكشي كيتعاود. حيت الا شفتي اورسيلي وشفتي فيتامين دي زد شفتي ما عرفتش شي تراك قبل ديال طوطو راه فهمتي نفس الستيل تقريبا من غير هالا هالا اللي كان شويه ديفيرون عليهم. طبعا ما في كاسا فاكن دكاب زرع هولندا بار كونتو سانديكا فرقا باتشا باشا جيفريكو رابي انسيكلو بيدي قود نجيريكو جبان السيلو خلينا ميكاسا بوحدي لي بوسا بابا تاكا كان اكولي بلان دان زان دان دان فانتيش معنا الاخر تولي بالاقزام داد 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 دراري. واش كنت قلت لكم الا تفرجتوا في الفيديو اللي كنت حطيت في البداية 2020 قلت لكم دراري خمسة دراري غي هاد العام غي بلبلوها في 2020 وكان منهم دادا. قلت لكم الدراري دادا غادي يحط شي تراك غادي يبلبلها في 2020 حط الراودو حط كامي هامي. هاد الدراري كامي هامي ما يمكنش انا بالنسبه ليا التراك ديال كامي هامي خصو يتحط ما بين توب 10 فهاداك الشيء اللي تحط هاد العام الصراحه. الكليب ديالو الدراري في واحد الفيجوالز الدراري كيفاش كيدانسي والمود اللي فيه الفايب اللي في الكليب كانت واعره تراك حتى هو عاوتاني الدراري كيمزك ديال بصح كيمزك از فاك الدراري بالروج ولا كامي هامي الدراري من التراكات اللي عجبوني التوب 10 الدراري اللي تحطوا هاد العام. كانت من السوسه الاولى ما تقربش ليا البارفان دراغون بول زيد كامي هامي طفوله ديال مروكن دريم الصاط مروكن دريم. هاد العام تمزكنا مع طاني ديال بصح الدراري هاد العام هاد العام تمزكنا. مي كيكي الدراري ما عرفتش الا كانوا كيكي زوين الدراري من توب 30 الدراري اللي تحت لهاد العام من بين توب 30 الدراري اللي تحت هاد العام توب 30 تراك. مي ما غاديش نقد انا بالنسبه ليا حيت فهمتي ما طاني ودراغانوف الدراري ما عرفتش الدراري كيفاش نقول نشرح لكم. مي شوف تراك كيكي بالنسبه لي ما يكونش توب 10 من هذا داكشي اللي تحت العام توب 10 ما يكونش توب 10 حيت كاين تراكات وحدين اخرين في مروكن دريم يستاهلوا يكونوا تما. هادشي اللي بغيت نوصل لكم كيكي هو زوين تراك واعر الصراحه وقدمته فاش درت الرياكشن
اللي باش شاف رياكشن طلع لكم هنايا الدراري، كنت رياكشن فول رياكشن بريمير ايكوت على الميكس تيب كامله. كنت قلت ديك الساعه ان كيكي ما عجبنيش، مي من مع السمعه الثانيه والثالثه والرابعه عجبني. من بعد مي ما يستاهلش دايكين تراكات وحدين اخرين في موروكان دريم يستاهلوا يكونوا في توب 10 الدراري هذا العام. جبتني سالا نيكي بطاكش ما داكشي اللي قلت الدراري على دادا نفسه على فيل جي. قلت لكم الدراري ان فيل جي تا هو دويت عليه هو ودادا وبيرد واختك ودولي بران الى عقلت ودولي بران. قلت لكم الدراري هذا العام غادي يحطوا شي تراكات قودين برو جولة ديمنشن. الدراري راه كيدوي على راسو. فيل جي هذا العام تا هو خدم حط بليد حط سكيلز حط في ديمنشن تراك الدراري ديال ديمنشن الكليب ديالو ما يمكنش اصات الايديا اللي تحطات في هذا الكليب الدراري، خصوصا ديك البديه ديالو فاش كان كيدير معفوش بيانو ولا شي لعيبه كان كيكومبوزي في ديك سميتهم دوك الطوموبيلات اصات ديال التريب نسيتهم اصاحبي ديك الكارناب معقل سميتهم ما كاع. المهم تراك ديمنشن كان واعر. الفيل جي انا الدراري من بين الدراري اللي مقودين اللي كيعجبوني في الراب المغربي الصراحه اصات كيخدم ديال بصح. لي كليب مزيكا ديالو اصات بعيد على لي كلاش، الكتابه ديالو كتعجبني خونا اصات جينيس بالروجو. ولا راك دويت عليها الدري في داك الفيديو ديال خمسه دروب اللي غيفرقعوها في 2020 صراحه. ديمنشن كان تراك واعر ديال بصح ويستاهل الدري يكون ما بين توب 10 والتوب 30 اللي كانوا في 2020. شاروت الفيل جي من هنايا دراري هالتراك المره الاولى عجبني من بعد الدراري صافي طلع لي في راسي الصراحه، حيت لي كوبلي ديالهم صغار بزاف. الروفران دي 65% من التراك كامل. ستورمي في الاخر عاد زاد وصافي تليك التراك صراحة. التراك الدراري بلا ما ندوي الدراري على التراك اللي هو ريميكس ما كانش عليا يقول هاد اللعيبة الصاط. المهم الدراري التراك راه ريميكس ماشي ريميكس، المهم السامبل ديالو راه منقولة ماشي غير السامبل وصافي تقريبا الانستوري كامل معاود. غنحط لكم اكستريم التراك اللي منقول منه في هاد الفيديو. صراحه الدراري ما فهمتي التراك هذا هو كان مزيان، مي فاش سقت الخبر ان الدراري ريميكس وماشي تا ريميكس، المهم الانستريم العاود وكذا وزيد عليا الكوبليات ديال الدراري صار صافي ما بقى صافي تمسكتو غير ديك المده فاش تحط في داك البيريود ونسيتو يعني التراك ما يبقاش كاتشي. وكان ظن هاد التراك ما خصوش يكون كاع الدراري ما بين هاد التوب 30 سونغز اللي تحطوا هاد العام الصراحه. بالنسبه ليا انا هذا الراي ديالي الشخصي، انت الصاط يقدر يكون عندك راي شخصي ديالك مبدل. ولا الدراري د ام ار اس اللي كنحترمهم فهمتي يعني بيغ شاروت ليهم بيغ ريسبي، مي هاد التراك فهمتي انا كنقول غير داكشي اللي كيبان ليا وصافي وهادشي اللي كاين. نكملوا ديما بيلا في الكونتر نعيشوا لا في دايس والله بنهار وليل شعل النار صباح ديما اموت كونتر الطاق في قلبي المطرينا وكتمو صنور حروفي ولا نازا راكاع ماجينا بارازور صنور حروفي ولا نازا كي طاريس في المينوبوز طالع فلاش الدريش تاب براب كي ايفرسون في سيكسل سلو فليكسيبل فوق البيت غادي وكيتسلم عطافور غطرت لك الديسيدا البيكسل كان سطروا هاد العام حط ما صاد. شنو نقول الاي بي ديالو بعدا خص بعدا انا بعدا فليكس عجبني، مي داكتور دوليت ولا الدراري ما يمكنش كان يستاهل حتى هو. ما عرفتش الدراري واش حطوا حتى تراكات وحدين اخرين من الاي بي، حيت ديك الاي بي الدراري فيها تراكات مفرقعين. اكثر واحد عجبني على الدراري في الراب المغربي الدراري هو كان سطروا هو حمزه صراحه لعب دريل ديال بصح في بيتوفي الفيرسيون 2. الا ما كنتش تمزكتي لا صاد كنقول لك ضيعتي نصف عمرك غتمشي تمزك صاد لبيتوفي الفيرسيون 2 حيت فيها الصاد راه التراكات اللي فيها كاملين واعرين كاملين بمعنى الكلمه الصاد كما كنقول لك التراكات اللي فيها كاملين واعرين. ما عرفتش الدراري واش حطوا داكشر دوليت بعدا وجي بي جي بي جي ولا جي بي او جي ما عقلتش حتى هو كان واعر ومفرقع اصفك الصاد كانسترو هاد العام خدمه الصاد حتى ماشي ما عرفتش. المهم البروجي اللي تحط هاد العام كانسترو كان واعر الصاد ويستاهل ماكسي بور الدراري حيت بالي داكشي ما ضربش النوامر سوا في يوتيوب سوا في ستريمز ستريمي والدراري. المهم الاحسن ما تمسكوش في يوتيوب ستريمي وديزر لي بلاتفورم سبوريفاي كلشي الدراري كانسترو شرات ليك الصاد وشكرا ليك بزاف الصاد على هاد الاي بي هادي. الصراحه بالنسبه ليا كانت من احسن البروجيات اللي تحطوا في 2020 مع الالبوم دماد تحط الالبوم دماد تحط البروجي الاي بي ديال كنز 3 تحطات الميكس تيب مروكن دريم هاد العام تحطوا بروجيات وباقي عاد في الاخر العام غيتحطوا لي زالبوم الا يكملوا الرواب على الهضره ديالهم وما يخدعوناش.
دامش قاع لي صحاب لهم بلوفيت فوق اي بيش كان بان بيرفكت ماشي لا فوت ديال البوبليك هذا غير تو ماتش تالنج افكت ميك اب بحال شي بياسه غتلقى لها فما اسورسي صافي راه نتاك ميت مورفين 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 ديال 2020 خدم بزاف عاوتاني الدراري مورفين 34 لي كلاش ديالو بلا ما نبويو عليهم الدراري شتي كل قدرت ندخل ديستراكت في التوب 30 ميوزيك الدراري كون دخلت كاع ديستراكت اللي حطت العام اللي حط مورفين صراحه المورفين 34 كانت زوينه المورفين راه خدام الالبوم اصلا شتو ما تحطناش الالبوم في الاخر 2020 اش غيطرى لك الوليدات الصاد غير سعروا ديال بصح المهم بالنسبه للمورفين 34 بالنسبه ليا ما هي كانت زوينه مي ما تستاهلش تكون مع التوب 30 ميوزيك الدراري حيت باقي كاين تراكات وحدين اخرين كنستنى فيهم ما بانوش ليا عدد الدراري حنا ضربنا تقريبا 30 19 ضربنا شي 11 تراك دابا وباقي ما بانوش ليا شي تراكات الدراري اللي انا كنستنى فيهم المهم مورفين 34 ما كنظنش انها تستاهل تكون الدراري هنايا حيت المورفين الدراري كنت دخلتو الديستراكس ديالو احسن ما تدخلوا مورفين 34 هادشي اللي كاين كل نهار شفتي فهمتي بالسلو تبون بالي ليغو كل تراك تفرقي عاد البنو القوادة ولي بيزو مضربين مرقى ما مقرعين فلو على فايا باقي كنشوف نضرات الوالي كتقول لي ولدي كان ممكن ديكتر منها ايكون باغي نشوف كيف ايكون الدراري هاد الصات ولد مراكش شاروت ليه من هنايا الصراحة انا عرفتو في لي فريستايل اللي كان كيحط فيسبوك صراحة الصات ناضي ديال بصح عنده الكتبة خونا فهمتي باقي شد في الاولد باقي شد الدراري في داكشي كوتيليريكس خونا لي ريسيست صراحة هالتراك باقي باقي ما سمعتوش الصراحة سمعت لواحد التراك اللي كان الكليب ديالو بلون نوار كان لابس واحد التوني ديال ميني ماشي مينيرو ما عقلتش واش مينيرو ولا شي لعبة المهم واحد ليكيب واحد الفرقة برازيلية صراحة داك التراك كان زوين هالتراك باقي ما سمعتوش مي ما كنظنش الدراري صراحة الدراري ام ار اس ما كانش عليكم تدخلوا التراك حيت خونا باقي عاد بادي وكاين دراري اللي فهمتي اللي حطوا لعيبات ما حسن هادشي اللي كيبان لي المهم نتمزك لهاد البارتي اللي حطيته وغنقول لكم فوق قبل شي حد فينا يسالي كندعي لك في الدار حيت ما كتبش نزور مكة الكسدة اللي واقفة ما نروح ميتة باقي كانت قاتلت انا من نيتي اس كجري وحياتو ما نار ميتة حياتي غير مقبرة وفيها الناس ميتي المهم كيما قلت لكم الدراري خونا كيكتب الصراحة الكتابة ديالو زوينة كيعتمد على الكتابة اكثر لي زانستو اللي كيقصر عليهم فهمتي غالبا بومباب غالبا اولد فهمتي غالبا داكشي كلاسيكس مي فهمتي كما قلت لكم التراك باقي ما كنظنش انه يستاهل يكون مع التوب 30 ميوزيكس الدراري اللي تحطوا هذا العام على الاقل كون حطيتوا هذاك التراك اللي قلت لكم اللي نسيت على سميت داك التراك اللي كان تحط اللي كان في الكليب ديالو بلاك وايت المهم انيوي شاوت لايكون من هنايا سيبورتيو ايكون انا ما كنقول لكمش الدراري ما تسيبورتيوش ولا شي حاجه انكم تفهموني غلط غير كنقول لكم ان 2020 الدراري تحطوا فيها تراكات واعرين بزاف ولحد الان باقي ما شفتوهمش هادشي اللي بغيت نوصل لكم وسط بيتي سنيت مع الظلام ميتا درس مية خارج حاس براسي محكو can't keep it to myself now you my zero emotion دراري اكثر الفيتس الدراري اللي تحطوا هاد العام اللي كانوا واعرين ديال بصح الدراري الفيت ديال بيرد مع انيس انيس انا الصراحه ماشي من الفانز ديالو دايما المزيكا ديالو ما كنسمعهاش بزاف مي عندك شورين ستارز ونايت ميرز اللي كان حط السولو ديالو تا هذاك الدراري شوف الا ما لقيتش نايت ميرز الدراري ما بين هاد التوب 13 ميوزيك الدراري والتوب 13 سونغز اللي تحطوا هاد العام راه كاع على الدراري ام ال اس الصراحه اي كنضحك الدراري مي داك التراك ديال نايت ميرز كان واعر شورين ستارز الدراري واحد ما صراحه كان خصو يتكليب مي حتى المود المهم هو خصو يتكليب مي المود ديالو الدراري هو غير هو ديرو في الكيت وتغبرت تعيش في ديك الفايب ديالو تسافر معاهم الدراري الصراحه كانت فيه الكتابه زويونه ديال بيرد صراحه صدمني في الكتابه ديالو هاد المره الصراحه تا خدم داك الكوتي ديالو الاخر من غير داك الكوتي اغريسيف ديال بيرد داك الكوتي بحال اللي كان في الاي بي ديالو 9 فيس 3 وقيله ما عقلتش على 9 فيس 6 ما عقلتش على سميت الاي بي بالضبط بحال سبيس شيبس وداك التراكات اللي كنحط المهم شورين ستارز الدراري بعدا يستاهل يكون ما بين توب 10 في اللي تحطوا هاد العام صراحه بالنسبه لي طريق بالاوشن ما تخافش من بنادم فوق اون غارو دي ريكن دي فيها ناسي اي كيزيد يطارني الليل دراري لانكو تو خدم هاد العام الصراحه المهم كاين زهري كاين واحد التراك اخر كنظن انه ما يمكنش ما يكونوش حطوه ديال لانكو صراحه التراك ديال زهري يستاهلكم ما بين توب 30 سونغز اللي تحطوه هاد العام تراك واعر شبعان فينيكس الدراري كيخليك تسافر ديجا كنا درنا له رياكشن الدراري تراك زهري عجبني كان لانكو حط هاد العام بزاف تراك الصراحه حط كنز حط زهري حط شاهد حط عربي ولكن احسن حاجه اللي كنستناوها هي الالبوم
الالبوم الصات الالبوم راه كنستناو فيه بفارغ الصبر لانكو لانكو ما كنظنش انه ما يكونش غيخدلنا حيت صافي قال 31 في 12 الاخر ديسمبر الليله دراس العام غادي نختموا هاد الدراري لي زالبوم ان شاء الله الا تحطوا الا ما ضيعوناش الدراري الاخرين اللي قال لك غيحطوا لي زالبوم ديالهم. مهم لانكو تراك زهري كان واعر ويستاهل لكم في توب 30 سونغ اللي تحطوا هاد العام. مش كتسنى فيا ديني وخلي بالي الدراري الدراري سيتي صافي تاهو الدراري التراكات اللي تحطوا لنا في الكونفينمو فهمتي تمزكنا في الكونفينمو هذا العام في 2020 صح الدراري انيس ستورمي تراك سيتي صافي كان زوين الكتابه ديالو زوينه فيه الفيلينغ ديالو الصراحه الدراري راه فهمتي كتحس بداك التراك الصاط المهم كتحس بحال كيدويو عليك في داك التراك فهمتي شحال من واحد الدراري راه المهم ايموشنال بزاف هاد التراك الدراري ويستاهل الدراري بالنسبه ليكم ما بين توب 10 ديال هادشي اللي تحط هاد العام. الصراحه التراك كان زوين تمنينا يكون كان كليب مي كان وقت الكونفينمون التراك كان زوين ستورمين بين الدراري اللي خدموا هاد العام بلا ما ندويو عليهم بزاف. انيس هو كيما قلت لكم حطيتي صافي ناي الاخر شورين ستارز مع بيرد نايت ميرز سولو ديالو كان زوين حتى هو انيس هو خدم شاروت لي من هنايا انا الصراحه ماشي فان ولا الدراري كيتمزكوا انيس بزاف مي هذا العام عجبني الصراحه وتمزكت له ديال بصح حلفتو تاش كما طريق تابا قول لي فينكم قالي نيتو خايبه شخور سينكو سينكو قول لي فينكم بيتي بومينو هاد الشيء اللي قلت لكم الدراري وين زاد العام الدراري هاد الكورميتراج مهربن بزاف وين زاد هو تا هو خدمه الدراري هاد العام ديال بصح كما قلت لكم قبيلات فاش دوين على ماريو ماريو الدراري علاش تصنمت فيه كما قلت لكم حيت فاش سمعت لديرو نو الدراري البروجيت اللي حطاد العام وينزا ومرايا اللي كان البروميير اكستريم الاو بي ديالو واقيلا عجبوني ديال بصح فهمتي هنايا الكتابه ديال وينزا فهمتي ايموشنال بزاف فيها فايب زوين وفاش تحط ماريو جاني اغريسيف فهمتي ما عجبنيش في الاول مي من بعد راه عجبني كما قلت لكم ديرو نو الدراري بلا ما نكسروا الهضره بزاف من بين التوب 10 اللي تحطوا هذا العام من الاخر برتوش الشاخ وكاين تلج بوحدي كانت مشى. فاش كنقول لكم توب 10 ولا شي لعيبه راه بالنسبه ليا انا صات انت يقدر يكون ما عجبكش شي حاجه بلا ما تحط لي الغائط ديالك صات في الكومونتير فهمتيني كنقول لك صات داك الشيء بالنسبه لهاد الشيء الا كانت شي حاجه كان كريتيكي فيها بالنسبه لهاد الفيديو اللي حطوا داد ام ار اس راه كنقولها مي بالنسبه لداك الشيء كنكون توب 10 اللي تحطوا هاد العام كنقول بالنسبه ليا انا صافي المهم راكم فهمتوني وانا كنقتل الهضره بزاف عيطات وخط وحشتها قطعت نادم لنهار اللي شتها مقيتش كامبيك صغرنا تكوينا بالنار كبرنا صربنا الموت في كاس البلار دراري البلار راه ما عرفتش المهم البلار بالنسبه ليا من اول اللي ايت لا هو واغسيري اول اللي ايت اللي قلت الدراري هاد التراك هاد العام غادي بالبلاد ديال بصح ستورمي ما من المهم من الرعد اللي قلع ستورمي الدراري غادي نقول لكم واحد الحاجه من هنا مادام وصلنا ستورمي البلار ستورمي هو الريفوليسيون ديال 2020 كان عندك شي راي اخر شو من ناحيه كل شيء الخدمه الفيوز التراكات اللي تحطوا طلع علي دار لي فيتشرينغ لي ضرب الخدمه كيفاش راه غادي التراكات اللي حط كل شيء الصاد كيقول ان ستورمي هو الريفوليسيون ديال لاني فهمتي كان كيسوا كان كيعجبك لا ما كيعجبكش الصاد حيت خونا خدم ديال بصح كونفينمون خدموا تراكات كاملين اللي الباقي دابا كيخرجوا البلار كان من بين ليت اللي تحطوا الرعد او تي تي هوغو افريكا الصاد افريكا الصاد راه ما يمكنش راه داكشي اللي دار افريكا ديال ستورمي راه ما يمكنش هاد الدراري ستورمي بالنسبه ليا هو الريفوليسيون ديال لاني من هنا قلع نقدر نقول لكم من البلار ولا من الرعد اون فيت تما قلع الصراحه الصاد شراوت الستورمي من هنا يا خونا خدم ديال بصح هادشي اللي كاين الدراري البلار راه باين الدراري بلا ما ندوي بزاف ستورمي ضروري غيكون واحد جوج ليس ديالو ولا جوج تراكات ديالو غيكونوا في التوب 10 بالنسبه ليا ولا التوب 30 حيت باينه الصاد راه كنقول لك باينه خونا خدم حط تراكات واعرين نوامر فرقعها الصاد فرقعها ديال بصح ويعني باقي خدام بنفس الريتم بنفس الكاليتي وغادي كيطلع غادي كيطلع الدراري في النيفو ديالو في لي كليب ولا في كل شيء الصراحه المهم نكملوا ليك يدخل بالليك يتخسر بالنار
كلشي ولا ميموريز و سونغز طرونشي مرات ما كيبانليش الهوب. ماد الدراري ماد الدراري بلاك روز بلا ما ندوي على بلاك روز تراك دهوب الدراري ما خداش حقه الصراحه تراك كيمزك ديال بصح وبالنسبه ليا ما غيكونش توب 10 ديال التراكات بالنسبه ليا انا غيكون في توب 30 حيت فهمتي الا جينا نشوف توب 10 اللي تحطوا العام كاينين اغلبيه التراكات دماد غير التراكات اللي كانوا في الالبوم بلاك روز نيفادا انسايد اذر سايد التراكات اللي تحطوا في الالبوم ساكريفايس المهم كاع التراكات المهم انا الالبوم دماد فيه بزاف التراكات عجبوني عليها هو غيكون في توب 10 كوم البوم كامل ماشي غير تراك واحد ولا جوج هادشي اللي كاين مي هوب راه تا هو بانغر الدراري يستاهل الدراري السيبورت كاتي عامره سيب نحطها فيكس حط حنا في الحفاري عاوز اطلع بيبي كلش الدراري شتي فاش شفتو في ستوريز في الاول قلت التراك راه انا كان يصحاب لي هذا هو ديكستر مي ديكستر ما باقي ما هذا الله ما دي يحطوا لنا سنور سنور تا هو بان في 2020 ما عرفتش كي دار لا سافر كاع دوك النوامر وداك الشيء اللي دار سنور انا بالنسبه لي ما كنتمزكلوش باش نقولها التراكات الاخرين ديالو من غير هاد لا 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 اللي كان ايت ما يمكنش ما تمزكلوش واخا تكون كتمزك السطل واي واي ولا اي لعيبه لا 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 كان تراك واعر صراحه كيمزك الكليبات صراحه سنور اكثر حاجه الا بغيت نشكرو عليها هو الكليبات اللي كيحط صوف دقه دقه ولا في الكانه ولا لا لا وكاع التراكات ديالو المهم جوج تراكات اللي عجبوني هاد العام اللي كانوا عند سنور هو لا 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 والفيت ديالو مع طاني فروتين هادو هما التراكات اللي ماشي فروتين اون فيت في الاخر فلوكا هادو هما التراكات اللي كانوا زوينين عند سنور بزاف منهم كيعجبهم سنور انا بيرسونيلمون ما كيعجبنيش من غير هاد التراك صراحه كان زوين والفيجوالز ديالو المزيكا ديالو انا ما كت وديجا حتى فليكس مؤخرا نحطو حتى هو الكليب ديالو زوين مي المزيكا راه ماشي حتى تما بالنسبه لي انا راه كاين منهم كتعجبو هاد المزيكا هادشي اللي كاين المهم لا 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 بالدراري راه باينه غيكون بين لي ايت اللي تحطو هاد العام ويستاهل يكون في توب 30 سونغ اللي تحطو هاد العام الصراحه يعني ما حتى واحد ما ينكر هاد اللعيبه عيش اليوم وانسى لا 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 الدنيا دنيا قاعد جالك راجي غير دقه دقه ما نخافو حتى شي زعما مولفي متقول مولفي متحوف في راخي قرطه زيدي ما مشارجي كتيري بحال شي اكي عشرة عندي في الدم دوس مع حتي غامقه واحد ليكم في قراش محدي سمول اكس عاده بقوه سمول دوبل اكس ال ما بقاش سمول اكس دابا سمول اكس تبدل كليا اللعبات كاملين الصراحه دوبل اكس ال بين الدراري راه من احسن داكشي اللي تحط هاد العام صوف الكليب مزيكا فهمتي سمول اكس عرى على نيابو الصراحه يعني السيل ديالو تبدل مقارنه مع السمول اللي كنعرفو غير فهاد التراك اما التراكات بحال دراغون والاخر مع مهدي نسيت داك التراك سميتو ماما واقيلا ولا شي لعبه بحال هكا يعني سمول تبدل الصراحه في السيل ديال المزيكا ديالو وزوينه التراك انا الصراحه راه المهم باينه الدراري راه بلا ما ندوي بزاف الا قلت لكم خايب ولا شي حاجه راكم كنكذب على راسي ولا شي حاجه دوز سمول اكس المهم واخا تفرتك الشمل شايفين ما بقاوش هادشي اللي مكعيني بزاف مؤخرا الدراري ولكن ما عندنا ما نديرو هادشي اللي كاين كل واحد اختار انه يشد ديريكسيون ارتستيك ديالو حتى واحد ما يقدر يتحكم فيهم كل واحد ما كنتمنوا انه بعد على الاقل ما ينساوش البيبليك وما ينساوش الشايفين على الاقل يحطوا شي تراك بيناتهم مره ولا شي حاجه واخا ما كنظنش غادي تكون هاد اللعيبه غامقه واحد اللي في قراش مهدي حي غامقه كنسمر فيهم على في لوحدي الشايف ما كنسمع البيس غير كنولي خاين شفت القوافل دابل نيفادا بلاك روز راه صافي قلت لكم الدراري البلان كي غيكون المهم التراكات اللي كانوا في بلاك روز المهم واحد الخمسه ولا سته التراكات راه داكشي اللي كانت مزكلو بزاف انا في 2020 دورت بيه الكونفينمون وكنت مزك ليه لحد الان البوم الدراري عمرو يموت ما جاب ستيل صراحه جديد ماشي ستيل جديد مي بدلنا على داكشي اللي كنسمعوا بزاف في الراب جيم دابا الالبوم كان واعر بمعنى الكلمه المهم الالبوم من بين داك الالبوم كامل كنقول لكم ما بين داك الطوب 10 داكشي اللي كنت مزكلو انا حاليا واللي تحت في 2020 و بروجي كان ناجح 100% الصراحه كانوا في دي فيتشرينغ واعرين تراكات زوينين الخدمه بروفيسيونيل لي زانستري كانوا محطوطين واعرين صوف نيفادا المهم شراوت العقوبي وادم كي اكسيب على الخدمه اللي دار في الالبوم المهم اي واحد راه كنت درت بعدا ريفيو كامل على الالبوم ماشي في الليريكس اون فيت في ستيل كيفاش تحط في الكتابه في الارت وورك لي زانستري تحطوها تلقاوها هنايا دخلوا تفرجوا في الريفيو اللي كنا درنا على الالبوم كامل
وانا في راسي كيعرف غير راسو اجي كلاوة خير سما بيكاسو اش غير نكتب في القسم دو المدرسة كنحط رجلي في الارض ماغي كيرا بمازا عارفيني كنطير ايامات نيفادا نقيس نجومة فوق ساقي ديال كازا دراري دارو الفلطة تشبعو البابي حدهم سمعو الاورو تلاحو بدبي اوكي سولتيني نقولك بابي دراري فاش كنقول لكم ستون ميل ريفولوسيون دلاني راه كنقول هاد الدراري وانا عارف شنو كنقول 20 مليون في افريكا ما بين الاوديو والاخر تبلبيله لي دار السطره لواحد الدرجه ان كرهت صافي افريكا وصل لي هنايا من كثرت ما كان منين ما درت كنسمعو راه ستورمي الصراحه هذا العام يعني خدم في الديجيتال مي فاش اون فوا غيتحلوا الدراري غيتحلوا العيبات واخا ديك القله اللي كاينه هاد الكونسيرت واللي شوكيس في المغرب وهادشي كامل ستورمي غيكون حاضر 100% اون فوا غيتحلوا الدراري هادشي هذا غنتهناو من الزمر ديال كوفيد شو ستورمي غيفرقعها من الاخر غيفرقعها فليسين هو خدم هاد العام في الديجيتال فرقع النوامر تحط تراكات واعرين بزاف اللعيبات وكنتمنى نشوفو حيت انا امشور الدراري غادي يكون هاد العام غادي يعيطوا له في لي كونسير ولا في لي فيستيفال ولا اي حاجه انفو غتحل اي حاجه غتكون غيكون فيها ستورمي وغود لاك استاذ ستورمي هاد العام خدم ديالو الصح هادشي اللي نقدر نقول وافريكا راه ايت اللي ما لا ينسى غيبقى بنادم يتمزك له الى الابد حاليا هاد العام كنستناو البوم دريمر البيضه مونا مور الدراري راه بصراحه كنا فهمتي ما فهمتي حنا كنا تولفنا على ديك الفيرسيون ستوديو اللي سمعناه وكذا وفاش تحطات الفيرسيون اوديو سي نورمال غتجينا غريبه مي التراك صراحه كان الروفران ديالو لي ايت صراحه ما هو التراك كامل ولا داكشي اللي خدم هاد العام حاري ما عجبنيش باش نكون واضحين الدراري ما عجبنيش ميد عليا استالا فيستا داك ايكون اللي حط الاخر البيضه مونامور فهمتي كنستناو البوم دريمر الدراري نشوفو حاري ديال 2017 الصاد حاري ما حاري من اخر تراك زوين اللي عجبني ديال بصح عنده فهمتي ديال بصح هو شكرا اللي كانت تحط في 2018 الدراري بالنسبه ليا انا الصراحه حاري راه طاح النيفو ديالو نقص بزاف فاستات واحد كنت فكر اسط حاري ديال نيكست ليفل حاري اللي كان في سميت دي موف داك ميا موري مع زاوا حاري ديال الاخر تراك ديالو سميت داك الزبله صاحبي اللي كان فيه ديك الهوندا وداك المهم حاري 2017 ماشي هو حاري اللي كاين دابا كنت منو الالبوم ديال دريمر يدير واحد الشونجمو في الراي ديالي وحارم بين الدراري اللي تالنت ضد الدراري في المغرب وكاين بزاف وبزاف اللعيبات مي النيفو ديالو مؤخرا طاح كان عندنا امل في البيضه مونا مور يكون واعر حيت فهمتي الروفران ديالو كيبقى كاتشي الصراحه وفاش سمعنا ديك الفيرسيون ستوديو داك الفايب اللي كانت فيه واعره مي فاش سمعنا التراك كامل انا الصراحه من الاخر وما قلت لكمش يعني واش يستاهل يكون بين التوب 30 سونغز اللي تحطوا هذا العام اوف كورس يستاهل يكون صراحه البيضه مون امور يستاهل يكون ما بين التوب غير على حسب داك الروفره اللي فيه ولكن كندوينا على الكارير بحالي اون جينيرال وداكشي الكارير بحالي اون جينيرال وكيفاش راه داير دابا وداكشي كامل والخدمه اللي راه غادي بها راه طايح بزاف داكشي كنتمنى البوم دريمر يتحط في 2020 كما وعدنا به ويكون بواحد النيفو لي زوين هادشي اللي كاين اعاده بلا افاده وصافي لا ما نعاودو الهضره الدراري المهم سنو كيما قلت لكم التراكات ديالو ما كيمسكونيش ومن غير الكليبس وداكشي المهم انا دقه كنقول لكم بلا ما بالنسبه لي ما يستاهلش يكون في طوب غير بالنسبه لي انا راه بالنسبه للبيبليك راه عجبهم سنو بزاف هاد العام جريش بزاف وانا صغير غير انا باص ممشي سمحي لي يا حيت سمعتي بزاف الهضره ادياني مورا ظهري واش نهضر لا ما نهضرش الدراري فراتي لا واش نهضر لا ما نهضرش 10 مليون فيو تفرقي علي دار في ديزر بقى 3 شهور لا ما عرف برشا هو في التوب 10 ديال ديزر في المغرب على ما نهضر الدراري لا باينه فيتشرينغ ما بين ثلاثه اللي احسن وحدين في 2020 من احسن اختك بلا ما ندوي عليها ستورمي ريفوليسيون دلاني تاني فرق عاد العام
مروكن دريم فراتيلو التراك اللي كان شو ايت بلا ما نهضر بزاف فراتيلو ايت ديال بصح هذا راه ما بين توب 5 بالنسبه لي انا هذا العام لا ما ندوي بزاف وديجا قلتها في مروكن دريم الدراري فاش درت الرياكشن ما بين توب 5 الدراري فراتيلو كان هربان كان هربان بزاف الدراري دوز لا ليش عارف ما خسرت شي فايت نو باش دير لك كاش بغيني اون نايس كنكبيهم في دقيقه بحال لايت ما تبقاش حاضر لي غير لايف شو فاطمه زو السطره باغي الصات حطنا اخويا برشو بالروجو ولا بغينا بروجي بغينا شي اي بي ميكس تيب ني تيب ما عارف شنو المهم الصات بغينا شي بروجي يكون عامر تراكات فهمتي السطره عندك سبعه تراكات في الكارير ديالك راه عمرهم يتنساو عمرين من منو بداها من كندريك شتي غير لي فريستايل ديالك سكيزو راس مطابلو احسن ما كاين الصات فاطميزو حطنا اخويا شي بروجي راه راه باغي الصات نتمزك انا الفاطميزو نطلق ديك الالبوم بقى ولا ديك الميكس تيب ونبدا نسمع فيها تراك مورا تراك مورا تراك مورا تراك فهمتي بقى نسمع فيها فاطميزو المهم راه عندنا الدراري ما يكونش ما بين توب 10 هذا العام ما بين توب 30 اوف كورس راه يكون تما فهمتي الصات حطنا اخويا شي بروجي الله يرحم باك الصات فاطميزو دير عقلك شو دير عقلك في الموسيقى الصات غير واحد 3 شهور الصات خدم فيها واحد حطو غير اوديو ما تحطوش في يوتيوب حط دير المغرب في لي بلاتفورم كلشي الصات يتمزق كلشي غيولي عنده سبوتيفاي ديزر انغامي كلشي فاطميزو بالروجو الصات المهم غايد التراك كان واعر درنا له الرياكشن درنا له بزاف اللعيبات من بين التراكات اللي تحطو كانوا واعرين هذا العام مي ماشي توب 10 بالنسبه ليا حيت كانوا تراكات وحدين اخرين هذا العام وفاطميزو ما كيخدمش هذا هو المشكل ما كان فاطميزو حط شي بروجي هذا العام توب ما عرفت توب ناقص واحد ولا شي لعيبه كاين شي حاجه توب 1 فوق توب 1 راه يكون فاطميزو بالنسبه لي انا حتى انا راه بيك فان فاطميزو الصراحه نديرو هادوك اللي كيديروا الراب ما كنخافش من اللي كيديروا الراي ثق بيا لا عمر تراسي بالراب غتوليو كامل كتبيعوا الراي فرقات الحلو بحال صابر بيا هذا كنبوس كوك مكاك صاحبي تفك فوك فوك فيك فوك 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 ما يمكنش كنز شتي هاد البارتي هاد البارتي هادي شتي ما يمكنش شتي كنت لانكو حط غير ديك البارتي الاولى هي زوينه الفايب ديالها واعر كتبه واعره ما غاديش تكون ايت راه هاد كنز الصاط هاد البارتي الثانيه ما يمكنش نسى الصاط انا كنت مزكت له ما كنت درت له اون فيت رياكشن غير اوديو فهمتي كنت درت له رياكشن اوديو من بعد عاد تحط له الكليب الصاط الكليب ديالو ما يمكنش فاش كتشوف البيهاند سينس هادشي كان غير جرين سكرين وكيولا ما يمكنش كنز هاد الثلاثه هادي راه تبقى هكاك توب 3 هاد العام هذا الدراري بالنسبه لي ما يمكنش الدراري راه ما يمكنش هاد التراكات اللي هاد العام 2020 راه كانت مبلبله صفاك الصاد لانكو بغينا شي تراك الصاد فيرسون دود كنز ولا واخا ما كنظنش انها غادي تقدر تكون حيت الفايب ديال كنز بوحده كان نسكات بحياتي كان مشكات وحشيت نشاب نسكات بغيهم مليان وده بيلي كيب يعني طفيا كامار كي كول مضم فوقي بيجي باب وصو بلاي سيب لطابة دابا غتولي ترول تاتي لو واحد في الجيم واطلقا وسكي في الكوب اللي اخبز دراري راه ما واش ما واش ما درتوش اوغ سيري ولا شنو نشوف واش ما كايناش اور اويلي اويلي على ما كايناش اور سيري ودرتو دبل دي تريبل دي كايناش اور سيري والله ما درتو اور سيري ام ار اس بي يمكنش الصات راه اور سيري احسن من دي تريبل دي باش نكونوا واضحين بالنسبه ليا الصات بالنسبه ليا اور سيري ايت ماشي بحال تريبل دي تريبل دي تراك غتمزكلو كدا تبقى تمزكلو بزاف د المرات زوين هو واعر لكن اور سيري احسن الصات راه اور سيري داكشي اللي بالبلاصه ضرب 20 مليون في الاول د العام وبزاف د اللعيبات اون فيت ما عرفش هو ما بغاوش انه ما بغاوش يحطوا واقيلا حيت هو تراك طوطو وديجا حطوا ميكاسا وبغاو يحطوا ضروري انهم يحطوا شي تراك للبيك حيت البيك خدم هذا العام وما لقاو من غير تريبل دي واش يحطوا لك شلونج مع سلمى رشيد دراري ام ار اس صراحه كان خصكم تحطوا اوغ سيري بلاص تريبل دي هو تراك زوين ما بين توب 30 اللي تحطوا هذا العام ولكن راه اوغ سيري راه ايت ما بين توب 10 اللي تحطوا بالنسبه لي انا هذا العام اوغ سيري بدل بزاف لعيبات في الجيم طلع لنا بين هودا اختك فيت ما بين اول جينيريشن ونيو جينيريشن السطره ما عرف من مع فوقاش وحنا كنستناو وحنا كنستناو هذا الفيت هذا ما بين شي وحدين شي ماشي ديجا تحطوا بزاف تراكات ما بين النوفل جينيراسيون والاول جينيريشن السات ما بين طوطو اللي هو واحد السات اللي مبلبل في 2020 وخونا كارير ديالو واعره فهمتي بزاف د اللعيبات عنده تراكات خونا مفرقعها المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم يعني خونا مفرقعها والبيبليك بزاف كيعرفوا
ومع دون بيغ واحد من لا باز ديال الراب اللي ساهم في الراب المغربي باش يكون في هادشي اللي راه فيه دابا. تراسلنا التيران فين يلعبوا الدراري مي كان اوكسيريا السات هو اللي خصو كان خصو يتحط ماشي تريبل دي صراحه. الفين وعشرين ميلادية مطار وسيارة مربحنا قضية اشنو تتساين من سلالة تاريخة كامل. مهم مدام ستسالة وطراكات انقول لكم واحد الحاجة وخطر هاد العام اللي تحطوا لي ايت امير اس ما اعتمدتوش الدراري على الدراري اللي كي حطوا الليريكس بزاف من غير ايكون اللي حطيته في الاول وتراك كوزا اللي فيه الكتبة زويونة وخا الفايب ديالو غالبة على الكتبة وكان زطروا هادو مالي وبوس فلو دابا هادو مالي ريسيس اللي حطيته. كنت كنستنى الايبي ديال نيسيو انزاير الدراري هي وخا ما دارتش واحد ما تفرقعات بنادم ما تمزكلهاش راكم عارفين نيسيو دا شكون كيتمزك له غير بنادم اللي مقود من الاخر متين ديك الاوبي الدراري كانت تستاهل تحط هنايا الصراحه على الاقل الدراري كان يتحط واحد من التراك من ديك الاوبي اللي تحطات صراحه. نيسيو خدم هذا العام حط لك الاي بي بدا الميكس تيب ديالو راب الخاتر ولا ما عرف الرايب الخاتر ولا شي لعبه بحال هكا حط الديستراكس فهمتي المهم المهم درتو مزيان بعدا ملي حطيتو بوز فلوكم واحد التراك اللي فيه تيم وفهمتي ومع التراك ديال بوز فلو هذا في الاخر كيبكي وكيفاش كتبوا بزاف العيبات كان واعر صراحه. مدريد ام ار اس انا فهمتي انا ماشي عندي مشكل معاكم والدراري كنقول هادشي للبيبليك حيت الدراري عارفين اللي كاين. انا غير كنكريتيكي في هاد التوب 30 سونغز اللي حطيتو هادشي اللي كاين وكنقول الراي ديالي حيت انا كانت عندي الايدي كما قلت لكم في الاول باش ندوي على التراكات اللي تحطوها هاد العام. فاش قلت حطيتو هكا قلت راه نشوفو الدراري اللي حطوا شنو حطوا هاد العام وغادي نشوف مادام ان ام ار اس واحد الميديا وبنادم كيعرفها بزاف وحطات هادشي هذا قلت نشوف ندوي على نشوف هاد الميديا هادي شنو قدمات لنا شنو عجبهم هما وغادي نقارن مع داكشي اللي بان لي انا من الخرافات والساديه الحبس والطين عادية كل اللي فاهم كل اللي في استحلال قافية 2020 ميلادية ومازال تنموتو بالبوطات والعافية 2020 ميلادية ومازال جمعنا غير القرعة والباكية مكي لا راس المال لا عمارات كلشي سارح بدماغ صراحة طرقت أوروبوروس الدراري كان قود بجد الدراري كتبة فيه واعرة تيم اللي دوي عليها الصاد حيت فهمتي فاش كنا صغار الصاد كنقولو 2020 كما كان تخيلونا القط طوموبيلات كيطيروا في السماء ولا المغرب ما عرف فين وصل ما تبدل حتى شي حاجه قليل لعيبات اللي تبدلوا صافي غير رابلي ولا واعر وصافي هادشي اللي تبدل في المغرب وفي 2020 غير زاد تكفاست مع كورونا. المهم وقيلا هذا هو التراك الاخر اللي دواو عليه ثانكس فور واتشين دون فورغيت سايب الله. المهم الدراري سيبورتاو ام ار اس في يوتيوب دخلوا ابونوا عندهم نحط لكم الشانل ولا نحط لكم هذا الفيديو اون فيت في الديسكريبشن هو الاولى تلقاو لين ديالو لايكيو لهم بارطاجيو لهم الدراري الدروب التوب 10 رابس يعني باقي غيحطوا احسن رواب اللي بانوا في 2020 بلان الدراري بلان الى تحت هذا الفيديو نقدر ندير عليه حتى شي فيديو نقول الراي ديالي فيه الكومنتير شكون هادي هي اللعبه اللي كنت باغي نقول لكم الفرق ما بين 2017 و 2020. المهم الدراري بعدا نختموا هذا بعدا نحبسوا الريك وغادي ندويو على 2017 و 2020 سوا الدراري غادي ندويو على الفرق ما بين 2017 و 2020 بالنسبه لي حيت هما بجوج واحد السنوات اللي كانوا مفرقعين في الراب المغربي اللي زادوا بزاف للراب المغربي فهمتي 2017 تفرقع فيها التراب الجينيراسيون تزاوا والدراري سكواد كانوا فيها تراكات بزاف لي كلاش المهم بحال 2020 تقريبا غير الفرق 2017 على 2020 الدراري بالنسبه لي لي كليب ديفلوبو بزاف الراب المغربي اصطات مع هاد النوفيل جينيراسيون وفي كوتي صات كواليتي ديالهم صات كيفاش كتشوف كولور جريدين الفيجيولز الفي فيكس لعبات كاملين كانوا مفرقعين هاد العام. والحاجه اخرى اللي تزاد سدنا ما بين 2017 و 2020 هو الدراري ولاو كيخدموا بروفيسيونيل بزاف كما قلت لكم في الكليب البيبليك ولا كيعرف هاد الحبيبه سميتها لي بلاتفورم كيستريمي ولو كيضربوا دي فيتشرينغ واعرين عالميين الدراري. هاد اللعيبه اللي ما كانتش في 2020 بالضبط في 2017 بالضبط جات من موراها جات بدات كتطلع مع 2017 2018 2019 2020 المهم كانوا لي فيتشرينغ انترناسيونال الراب المغربي ولو كيفرقعوا انت واش كتشوف هاد التراك كيفرقع 20 مليون التراك يتلاح في صاد في 24 ساعه المهم المهم با سيمانه السطرابور كتلقى عندهم 100 تراك ديالو كيضرب المليون فهمتي المليون ولات عندنا عاديه بزاف يعني عند الرابر اللي ما كانش كيضرب المليون راه صافي. المهم
بزاف د الحوايج تبدلوا ما بين 2020 2017 مي كوتي مزيكا راه تلاحوا بزاف التراكات. 2017 حتى هي كانوا فيها لي ايت واعرين, كانوا فيها تراكات واعرين بانوا لنا دراري جداد. 2020 كذلك حتى هي بيناتنا دراري جداد اللي ما كناش عارفينهم, والراب فهمتي والراب فهمتي ولا كيتكونسوما بزاف البيبليك د الراب زاد كبر بزاف. 2017 هي اللي عطات ديك الدقه باش 2020 تكون هكا صراحه, و 2020 تبلبلات صراحه. هادشي باش كنقول لكم الفرق ما بين 2020 و 2017. هادشي اللي كان الدراري دويت بزاف, سمحوا لي الا طولت عليكم عاوتاني في هذا الفيديو, وليت كنطول عليكم في فيديو بزاف مؤخرا. سو جايز كان هذا هو الفيديو, كنتمنى يكون عجبكم. تساوش تخليوا لي لايك, تابونوا في لاشين, اكتيفيو الجرس وك لعبات كاملين, بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. شكرا للام اس على هذا الفيديو. هادشي اللي كان, وكان معكم يور بويا الدراري اسامه طوري, ونتقاشعوا في الفيديو الجاي اللي ما عرفت شنو غيكون. بيس, والسموحه على خبره الدراري. I think I'm falling for you.